أعتقد أنه مدرب قريب جدا من اللاعبين، إنه واحد منا ويعطي الكثير من الثقة لجميع اللاعبين. درب مارادونا ميسي المعجزة التجارية، وكما كان متوقعا انتهى كل شيء بشكل سيء، فقد خسر فريق الألبسلست بأربعة أهداف إلى صفر أمام ألمانيا في ربع النهائي في جنوب إفريقيا عام 2010. رغم التصريح بأن مارادونا سيحصل على عقد لأربع سنوات أخرى، إلا أنه طرد بعد البطولة. لقد كذب علي غروندونا رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني، وكارلوس بيلاردو مدير الفريق الوطني خانني أيضاً، مع أنهما يعرفان بأنه سيكون لدينا وقت كثير للاستمرار بالعمل والتعافي من الإقصاء، فقد كنت مستعداً مع فريقي الفني لمواصلة العمل. انتقل مارادونا بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2011، ولكن بعد سنة تم فصله ثانية. يبدو أن ذلك كان آخر أيامه مع النادي، ولكن في عام 2014 نشرت قصة غريبة تقول بأنه يفكر بالعودة مع نادي من الدرجة الخامسة في عمر 53، والحمد لله لم تكن تلك القصة حقيقية، ولكن مارادونا يواصل تصدر الأخبار. أصاب الكثيرين القلق من علاقته مع نساء أصغر منه سناً بعدة سنوات مثل روشي وجيرالدين أوليفا. عاشت أوليفا مع مارادونا في دبي، وكان من المفترض أن يتزوجها عام 2014، ولكن انتهت العلاقة بطريقة مدهشة مع اتهام مارادونا للفتاة البالغة من العمر 23 عاماً باللهو مع حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد ديخيا. في أواخر عام 2014 تواصل عراكه مع الإعلام عندما ظهر وهو يصفع صحفياً اتهمه بمعاكسة شركته القديمة وأم ابنته الخامسة فيرونيكا أوييدا، وهو أيضاً جد، حيث ولدت ابنته جيانينا ولداً اسمه بنيامين في عام 2009 من زوجها المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو. ربما تكون الفتاة مثل والدها، لأنه حين انتهى زواجها قالت الصحافة إن السبب طريقة حياة جيانينا الماجنة، أما الوالد فقد وصف أغويرو بالجبان. محاطاً بمن يعشق مارادونا، يواصل لاعب كرة القدم هذا الحصول على تمويل لا نهاية له من الشهرة والغفران من الشعب الأرجنتيني. لن يتغير ذلك أبداً، لأن الرجل نفسه لن يتغير أبداً، كما أعلنت زوجته كلاوديا في جملة مشهورة: لقد قال دائماً إنه نقل إلى قمة الجبل، ولكن حين وصل هناك لم يخبره أحد ما يجب عمله. إلا أن أحداً لا يمكنه أن يملي على مارادونا أي شيء أبداً.